المباراة الكلاسيكية المعروفة والمشهورة بين الضيف مولودية الجزائر وشباب بلوزداد. على الصورة حكام المباراة السيد إبريل عبد العالي. الضيف المولودية استقر المدرب فوزي البنزرتي على التشكيلة التالية لتيل، وهي مباراة خاصة أيضا بالنسبة لحداد الذي كان يحمل ألوان المولودية. بوشار ميرزيق الدراوي أخرى على هذه التشكيلة. هناك صورة جميلة بين المدربين نبيل الكوكي فوزي البنزرتي طاقم الفني والمدربين من الشقيقة تونس. صورة في مباراة محلية كبيرة كلاسيكية فوق المدرجات نشاهد الأجواء الآن. ولكن ممكن نقول أن هذه المباراة أكبر من ملعب 20 أوت، ولكن في الحالة التي ضربة البداية للمباراة الكلاسيكية المحلية بين الشباب بلوزداد مولودية الجزائر هي صلبة وذات نوعية في انتظار تأكيد النتائج. من هناك الكرة، ولكن خروج، لا، دوخة الكرة مباشرة، ركلية من هناك على الجهة اليسرى للحارس، دوخة بالقائمة الثالثة بالراس، ولكن جاي هيا من طهر بيسراه تبحث عن المتابعة في القائمة الثانية عبد اللاوي دون الرقابة. كان هناك تمويه من الزميل الذي حاول لتيم، التركيز على لتيم الحارس في هذه الكرة، محاولة الخروج بالراس، الدفاع في الإنقاذ والكرة صعبة. مولودية الجزائر من لتيم، ملعوبة من العوافي، هيا بالراس، محاولة والتغطية الدفاعية من فرزوقي يطلب الكرة. نعم، داخل منطقة العملية، داخل البوكس، مرزوقي يحاول بعيدة في مرمى الحارس دوخة، مرزوقي كانت بعيدة إلى ضربة مرمى. حداد في لمصلحة شباب بلوزداد. من هناك لتيم الخطأ، نعم خطأ بكير في التنفيذ من جانب شباب بلوزداد. يلعب داخل منطقة العملية، لتيم يلاكم الكرة بقوة، يخرج اللعوبة داخل منطقة العملية بالراس، ملعوبة بالإعادة بعيدة، فراسه لم يضرب الكرة، داد ملعوبة العوافي، لتيم يتمكن من الحارس، لتيم في الشباك، ولكن لتيم ببراعة يخرج الكرة يحولها إلى ركنية لشباب بلوزداد. هيا بالعرض المتفوق، سوء التفاهم بين عبدي و حمودي، الكرة لشباب بلوزداد. من لك إيوالا يحاول، ولا يحاول مرور خطير سريع، يحمي الكرة كما يريد وينبغي، إلى الكرة محاولة وبعيدة، بالخير في اللقطة الأخيرة، التسديد بعيدة تماما على مرمى الحارس. لتيم عمل ومجهود من الوصول للمطلوب، إلى باكر والكرة وإلى خارج أرضية الميدان. هناك رسمي الحليمية، هذا الطاهر الآن خطأ، هل سحب المدافع ولا سحب قدم الطاهر. ونهاية الشوط الأول للمباراة بصافرة الحكم السيد عبد العالي برير، بالأهداف بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر الفريق الضيف في المباراة المحلية الكلاسيك اللوي. كرة ضربت البداية للشوط الثاني للمباراة، مخالفة لشباب بلوزداد وتألق لتيم. هي الأولى في الشوط الثاني، بكير لتيم في المتابعة من هنا، خرجت الكرة، ميرزيق أخطأ التقدير والكرة خرجت جانبية، المتابعة فوق من نادي بارادو، مرزوقي إيشو طار، يحاول طار داخل منطقة العمليات بيسرى، لا مرتين الحارس دوخة في أول كرة، أيضا الجسماني طار في الكرة السابقة والماضية على مرتين دوخة قبل أن يصل مرزوقي ويسكن الكرة في الشباك على مرتين بارع، دوخة ينقذ مرماه، الكرة لدوخة استنجد به كوك اليوم لخبرته وصمته، وكذلك سرع، ولا
بيونر صحيحة. ها هو إيوالا يغطي بصمودي خرج وحاول ولكن الكرة إلى ضربة مرمى. من حسن حظ الحارس ليتيم والمدافع مصمودي. إيوالا لعب الكرة فوق العارضة الأفقية خرج ولعبها خرج وتسلل طاهر يروج الكرة يحتفظ ويسيطر غير اتجاه مباشرة أحسن ما فعل في العرض فرحاني يسدد قوة قوية من فرحاني حضر كما يجب وسدد بعيدا البحث عن الشباك من مسافة بعيدة من فرحاني سلامات عن الحارس دوخة كرة من زاوية الأجيال السابقة سلامات يمنع التدافع والمسك ملعوبة من هناك ضيع مباراة ثابتة لعبها باتجاه القائمة الثاني لكن لعبها بعيدة تماما إلى ضربة مرمى طاهر أم بن عبدي في التنفيذ طاهر بيسره بعيد بهذه الأوراق وومبا وبورديم التسديدة الأخيرة طويلة زوجي وكذلك إيسو يحضر تفوق جنب حتى براس للمولودية مرزوقي ميرازيق إيسو تمكن من هذه الكرة إيسو رائع الطار يسدد يا سلام جانبية متأسف وخيبة أمل من طاهر لهذه الكرة التي مرت ببضع سنتيمترات فقط عن القائمة الأيمن لمرمى الحارس دوخة وكانت قوية كاد أن يصيب الشباك رجعها تحول عملية هجومية للعوافي صرف هذه الكرة العوافي داخل منطقة العمليات يحاول البعث والتسديدة بقوة والحارس لتيم بسرعة ملعوبة ميرازيق يرجع مباشرة للوسط خروج لتيم يبعد الكرة من جديد عوافي يسيطر يمرر بكير دراوي باكير من جديد ميرازيق باكير محاولة الدخول في العمق يسدد والحارس اليتيم على مرتين ممتاز أكيد على براعته إيوالا يسدد مرة الكرة بين أقدام المدافع ليتيم في المرة الأولى هيا الكرة السابقة والكرة الصعبة الخطيرة الأرضية الزاحفة ولكن على مرتين الحارس ليتيم لإنقاذ مرماح على الجهة اليسرى العوافي لا دراوي الآن العوافي العوافي وسع كرة داخل منطقة العمليات والتغطية من يحاول بصوف في انتظار أن يعود إلى مستواه مع مولودية الجزائر هذا ما صعب بوردين ضاعت الكرة خروج من طعم أمام لاعبين ممتاز خروج من طهرة إلى الكرة يحاول داخل منطقة العمليات مرزوقي يا سلام على مرزوقي لمصلحة المولودية انفراد بهذه الكرة غطى كما ينبغي رغم الصعوبات ولكن الكرة إلى خارج أرضية الميدان بعيدة عن مرمى الحارس دوخة في وضعية مومي والوقت البدل الضائع لهذه المباراة تقدير الحكم السيد إبرير والحكم المساعد السيد لطفي بوكواسا مرزوقي مرزوقي وسدد جانبية الكرة إلى ضربة مرمى للحارس دوخة العوافي في الوسط لضربة الأول التي كان لها دوخة بالمرصاد تزيد قوية الحارس في فرصة في الدقائق الأخيرة في الثواني الأخيرة من زمن المباراة كرة المباراة للمولودية حكم السيد إبرير عبد العالي ينهي المباراة ينهي اللقاء المحلي الكلاسيكي بالتعادل موبيليس أحباب المولودية وشباب بلوزدان بدون أهداف في الشوط الثاني ربما أحسن